صلاح محسن يا ولد يا ولد يا ولد، منتهى الجمال والروعه. الكره وهي نازله الراجل عارف هيعمل ايه في شباك الشناوي. 2-1، هدفين ايه؟ هدفين زي الصعقه في اقل من 10 دقائق. اخطاء دفاعيه وتواجد لإنبي بهدفين في الدقيقه الثانيه والدقيقه العاشره. بدا عمرو مرعي واحدة في منتهى الجمال والروعة، الراجل مش مصدق نفسه. بص بسيوني محمد هاني لسه بيدور على الكورة، وبسيوني تاني اللي بيعلق كورة عرضية. عمرو مرعي شاكس مع المدافعين، وادي الضربة المزدوجة. يا سلام، ايه يا ابن الجمال ده، ايه يا ابن الجمال ده، جون في منتهى الروعة. حلوة حلوة. صلاح محسن اللي بيسجل تاني اهدافه، وفي مين بقى في النادي الاهلي؟ سجل فيه فرقتين المقدمة، مرة في المقصة والنهاردة في الاهلي بهدف ولا احلى من كده مع بداية الشوط الثاني. 2-1 لإنبي. لا لقاء حلو، 3 جوان كده اللقاء حلو. هل هيسكت البدري؟ دكة بدلاء اللي موجود عليها أكرم توفيق وعماد متعب ومؤمن زكريا. في اعتقادي مؤمن هيبدأ يتحرك دلوقتي وينزل. إنما نشوف بداية الهجمة عند محمد هاني، يطلع برافو يا ولد محمد عبد المنصف بشكل حلو وياخد الكورة. كنا بنتكلم على دكة بدلاء البدري، مؤمن زكريا وباسم علي وأكرم توفيق، عمرو بركات، عماد متعب، سعد سمير واحمد عادل عبد المنعم. قدامنا رامي ربيعه، الجون الثاني هيسالوا برضو بشكل كبير نجيب وربيعه ان هم ما خلصوش على طول من عمرو مرعي، والكره اتهيأت لصلاح محسن بالشكل اللي احنا شفناه، والاثنين كان بيلعبوا على عمرو مرعي وسايبين الراجل خالي تماما من الرقابه. طلع واتمطع وعمل اللعبه بتاعته بمزاج ومعلمه، رمي التماس عند محمد.